بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هنستعرض النهاردة مع بعض درس مهم جدا، وهو طريقة إخفاء هويتك على الإنترنت. يعني لو بتصفح الإنترنت عايز تخفي الهوية بتاعتك عشان ما تتعرضش للتهكير، أو إن أنت ما يتعرفش مكانك على الإنترنت، أو حاجات كتير جدا بتفيدنا في إخفاء الخصوصية بتاعتنا على الإنترنت. هنستعرض النهاردة في الدرس ده 4 طرق تقوم بيها تعمل لك الحاجة دي، تخليك ان انت تشفر بياناتك نهائي، بياناتك الاساسية ما تكونش باينة، ان مفيش اي حد يقدر يوصلك عن النت وتتصفح بامان جدا. فاحنا هنبدأ بالطريقة الاولى عندنا، وهي استخدام البروكسي. فعشان تستخدم البروكسي، ودي طريقة مهمة جدا، هتكتب هنا، هتخش على جوجل وهسيب لكم اغلب الروابط تحت الفيديو، وهتكتب اي بي بروكسي. يعني هتكتب مثلا اول حاجه، في طريقتين للبروكسي، يا اما تكتب بروكسي سايت، بروكسي سايت، ودي هتقدر من خلالها تتصفح عن طريق، يعني انت فاتح المتصفح اهو، هتقدر من خلال نفس المتصفح دي ده ان انت تخفي هويتك على الانترنت. تمام، يعني لو فتحت مثلا، لو فتحت هنا بيجي لك زي ما انتم شايفين الموقع، هتقول له موافقه واتصال، بيتصل لك بخادم عشوائي. في حاجة كمان نقطة أحب أوضحها لكم، لو هنا الاتصال، يعني لو عايز تغير الدولة اللي انت عايز تدخل منها، يعني البيانات بتاعتك تبقى مثلا من دولة أمريكا، من دولة ألمانيا، من هولندا، من التشيك، من انجلترا، أي دولة بتختارها، وبتختار نوع التشفير بتاعك، بتسيبها زي ما هي، وبتختار خادم عشوائي، أو بتحط الدولة اللي انت عايز تدخل منها. لو في موقع محجوب عندك او اي حاجة من دي، فانت بتقدر تستخدمها عن طريق اللي هو الفي بي ان او البروكسي سايت، اللي هو بيتيح لك بروكسي سايت. تمام، نجرب موقع تاني، الموقع ده ممكن ما يكونش فري، نجرب اي موقع فري، بتكتب بس بروكسي سايت في مواقع كتير جدا. تمام، الموقع ده فايند، يعني بتخش بتكتب هنا الموقع اللي انت عايز تتصفحه والاي بي بتاعك، وبتدخل على طول. فهنيجي هنا لقينا الاي بي بتاعنا متغير لدولة امريكا، يعني احنا كده شغالين من دولة امريكا. يعني لو كتبنا جوجل مثلا، او كتبنا مثلا يوتيوب، تمام، هتلاقي اليوتيوب الامريكي مش اليوتيوب المصري. تمام، يعني لو فتحنا المقاطع اللي هي الترند، هتلاقي في الترند اليوتيوب الامريكي مش اليوتيوب المصري. يعني احنا كده خفينا الهوية بتاعتنا وبنتصفح من دولة تانية. طيب تمام، انت مش عايز تحط مواقع هنا، ومش عايز تفتح من هنا، عايز الجهاز كله يبقى امريكي. هنخش على البروكسي، اللي هو البروكسي اي بي، يعني بدل البروكسي سايت هتخش على بروكسي اي بي. وركز معايا، لان الطريقة دي هتحتاج وقت شوية مننا، هي طريقة سهلة بس هتحتاج وقت. هتكتب بروكس اي بي ليست مثلا، تمام، وتختار اي موقع من المواقع اللي هتطلع لك دي. يعني ده ما جربتوش قبل كده، اغلب المواقع دي انا مجربها. وبتيجي هنا بتختبر البروكسي اللي انت شغلته عن طريق موقع اسمه اتش تي 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 بي تانل، او بروكسي تانل، انا اسف، بروكسي تانل. ده الموقع اللي هنختبر منه البروكسيات. بتيجي كده في الموقع، وبتيجي هنا بيقول لك تراي اور نيو بروكسي تشيكر، بتختار الموقع عشان تختار كمية كبيرة من البروكسيات. وهنيجي هنا مثلا على الموقع ده، وناخد البروكسيات اللي فيه كلها، تحدد عليهم كلهم كده، تختار طبعا الدولة اللي انت عايزها من هنا، الدولة، وبتختار الاي بي، وبتيجي هنا بتقول له افحص لي البروكسيات دي. تمام، يبدأ البرنامج يفحص لك. اهم حاجة تأكد ان هو بعد الفحص، يعني بعد ما يفحص، تأكد ان التلات علامات دولت اللي هو جيت وبوست وكونكت، التلاتة دول معمول عليهم علامة صح. ممكن تخش هنا يجيب لك بروكسات من الموقع نفسه، يكون بروكسات افضل شوية. للأسف البروكسات دي كلها مش شغالة، يعني الموقع ده تعبان جدا. الموقع ده نيجي للموقع ده نجربه، هناخد الليسته دي كلها ونعمل لها كوبي، ونعمل هنا ريلود،
ونجرب البروكسيات عشان ده كله عشان نوصل لبروكسي سريع وبريك في قوي يشفر لك بياناتك. تمام، جه عندنا بروكس اهو، بتعلم التلات علامات دولت، تتأكد انهم معلمهم اللي هي جيت وبوست وكونكت، وبتاخد البروكسي بعد ما تتأكد من التلات علامات دولت، بتاخد البروكسي كوبي وبتحطه هنا. تمام، تحط البروكسي فوق، يعني تحط البروكسي فوق كده بالطريقة دي، وهنا البورت اللي هو بيبقى جنب البروكسي 3128. تمام، يعني بتاخد ده البروكسي والبورت بتاعه، ده البروكسي وده البورت بتاعه، بتاخدهم زي ما هم مكتوبين كده، وبتيجي هنا بتعمل له تشيك تاني كده، البروكسي ده شغال. عشان نشغل بقى الجهاز بتاعنا بالبروكسي ده وبالدولة بتاعة البروكسي ده، بيبقى قدامنا ان احنا بتيجي تخش هنا بتاخد البروكسي كوبي. تمام، وبتيجي هنا على الجهاز بتاعك وفي السيرش بتكتب انترنت اوبشن، بتختار علامة الانترنت اوبشن، بتيجي على كلمة كونكشن وبتختار اللان سيتنج، وبتيجي هنا تعمل يوز بروكسي وبتحط البروكسي بتاعك والبورت زي ما حطيناه في الموقع. تمام، كده حطينا البروكسي ونتكة اوكي، تعلم علامة الصح. لو حبيت تشيل البروكسي بتيجي هنا وتعلم علامة الصح دي تلغيها، وبتتكة موافق وبتتكة اوكي. بتيجي هنا على النت تختبر او من غير اختبار عادي، يعني هو كده خلاص تشفر كده، انت حتى ممكن سرعته تتحسن معاك بعد الاي بي، وممكن مواقع تكون بتفتح ما تفتحش والعكس، فانت يعني موقع اي بي ادريس ده في اغلب البروكسات ما بيفتحش. تمام، بس عندك المواقع المشهورة كلها بتفتح، وبتفتح بالبروكسي اللي احنا شغالين عليه. تمام، يعني عندك فيسبوك شغال اهو من غير اي مشكلة، طبعا الفيسبوك عربي لان الجيميل هنا اللي انت متسجل بيه ايميل عربي. تمام، فبيفتح لك الفيسبوك العربي، لكن انت لو عايز تخش على الترند مثلا الامريكي او تغير البيانات بتاعتك، بتخش بتغير من هنا، بتغير بتعمل وضع متصفح تاني او بتغير على متصفح تاني وبيشتغل معاك من غير اي مشكلة. تمام، كده استعرضنا اول طريقة، وهي طريقة ان انت تغيره عن طريق البروكسي. تمام، هنخش نشيل البروكسي بتاعنا. اسف، تكتب انترنت اوبشن، يطلع لك العلامة دي، بتختارها، بتتك كونكشن، بتتك لان سيتنج، وبتشيل العلامة دي وبتتك اوكي، بتضغط اوكي. كده بيكون اتشال البروكسي من على الجهاز بتاعك، وبيرجع الاي بي بتاعك الطبيعي يفتح تاني. الطريقة التانية عندنا هي طريقة استخدام متصفح تور. متصفح تور ده متصفح الانترنت المخفي او الدارك نت، هو متصفح خطير جدا، بس هو احنا ممكن نستخدمه في تشفير بياناتنا على الانترنت. ممكن تفتح متصفح، بسيب لك برضو الرابط بتاعه اسفل الفيديو، هسيب لك ملف تكست يكون فيه اغلب الروابط او كل الروابط اللي شرحناها في الفيديو، ما كنتش نسيت حاجه فيها. بس بتحط هنا، تكتب، بتحط لو جينا نختبر الاي بي ادريس بتاعنا، المتصفح ده بيديك اي بي وبيشفر البيانات بطريقه قويه جدا. طب انت لو عايز تشفرها بطريقه اقوى من ده كله، مشكله المتصفح ده انه بيحتاج نت قوي شويه. تمام، ممكن تستخدم البروكسي، يعني ممكن تستخدم البروكسي مع المتصفح ده، هيديك تشفير عالي جدا لانك كده شفرت بحاجتين، يعني مستحيل مستحيل اي حد يعرف مكانك فين او انت شغال من دولة ايه، لانك بتغير كده الدولة نهائي وبتغير بياناتك نهائي. تمام، دي الطريقة التانية معانا، اللي هي طريقة ان انت بتنزل متصفح تور. زي ما انتوا شايفين البلد، قبل البلد اللي هو يونايتد ستيت، الولايات المتحدة الأمريكية، غير البلد كده، بيقول لك ان انت محمي، حتى بتاع الاباوت عنك متشفرة، يعني كل حاجة اي بي قوي جدا بتاع التور، بتاع متصفح التور ده اي بي قوي جدا، بيشفر بياناتك بطريقة قوية جدا. دي تاني طريقة معانا. الطريقة التالتة وطبعا اغلبنا كلنا بنستخدمها، هي طريقة الفي بي ان، ان انت بتشفر بياناتك عن طريق برنامج في بي ان. طب ايه افضل برنامج في بي ان اقدر اشفر بيه البيانات؟ هسيب لكم رابطه تحت الفيديو، هو برنامج
نورد في بي ان. هسيب لكم برضو البيانات اللي هي الاكونتات والباسوردات، هسيب لكم من تحت الفيديو في ملف التكست ده هتلاقي عبارة عن اكونتات وباسوردات للنورد في بي ان، او هسيب لكم مقالة تحت الفيديو هتلاقي فيها جميع الروابط بروابط مباشرة من غير حاجات مختصرة والكلام ده كله. تمام، بتيجي هنا بتختار الدولة، يعني هو الفي بي ان اغلبه شبه ده دولة وكونكت، فانا هنا هقول له كويك كونكت على طول، بياخدك هو على سيرفر سريع. مثلا هنا خدنا على سيرفر الولايات المتحدة الأمريكية، عايز تختار انت مثلا يونايتد كينجدوم والإمارات تركيا، وفي سيرفرات كتير بس أنا لغيها كلها من البرنامج. البرنامج ده فيه سيرفرات كتير جدا، أنا سايب السيرفرات اللي هي القوية فقط. بيتصل بيعمل كونكت وبيتصل، يعني هو كده خلاص اتصل كونكت تو يونايتد ستيت. لو جينا من مصفح البراوزر بتاعنا اللي هو العادي اللي احنا شغالين عليه من الأول وكتبنا الأي بي، طبعا مصطفى نورد ده انا يعني بقول لكم نورد ده نورد سريع، اسرع من اي برنامج. تمام، الموقع ده بس اللي هو بتاع الاي بي ده، ضرب موقع تاني. تمام، ده الاي بي بتاعنا 91207، فا اي بي من دولة مختلفة نهائي عن الدولة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، المدينة لوس انجلوس الستيت كاليفورنيا اليونايتد ستيت. البوست الكود كمان لو انت عايز البوست الكود، الاي اس بي، التايم زون، الوقت، الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين اهو، كاليفورنيا لوس انجلوس. كده شفرنا برضو البيانات بتاعتنا لدولة تانية زي ما انتم شايفين، البيانات اتشفرت لدولة اللي ولاية لوس انجلوس الامريكية. تمام، دي الطريقة التالتة معانا اللي احنا اللي هي عن طريق برنامج النورد في بي ان او اي برنامج في بي ان، وتقدر تبحث عن الموضوع ده وتنزل برنامج في بي ان. بس انا هسيب لك النورد وهسيب لك اكونتات مدفوعة لحد سنة 2022 لبرنامج النورد. تمام، هعمل ديسكونكت واقول لك الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة وهي عن طريق امتلاك سيرفر في بي اس. سيرفر في بي اس ده هو جهاز تاني خالص، يعني حماية ما بعدها حماية، إن أنت تستخدم جهاز تاني، يعني جهاز في دولة تانية بسيرفر عن طريق سيرفر. فأنت عشان تستخدم الـ VPS ده، هي مشكلته إن هو صعب تلاقي، يعني محدش هيديك جهاز في دولة تانية كده ببلاش. فأنت القصة إن أنت بتحتاج تشتريه في أصعب في أو بت في شركة أمازون بتديك سنة ببلاش، زي ما أنا واخد كده من سيرفر من شركة أمازون. شركة امازون بتديك سنة مجاني، بتسجل بفيزا افتراضية، وهنزل فيديو وشرح للطريقة دي، لان هي طريقة يعني بتاخد وقت كتير جدا انك تسجل في امازون بفيزا افتراضية او تشترك في في بي اس ار دي بي عن طريق مواقع كتير بتقدم لك الخدمة دي، زي المواقع ده، زي الموقع ده مثلا. بتختار الجهاز بتاعك اللي انت عايزه امكانياته، وبتتحكم في جهاز عن بعد، وبتيجي هنا بتفتحه من حاجة اسمها ريموت وتكتب هنا ار دي بي، وبتختار البيانات اللي هو اداها لك، وبيفتح معاك الجهاز بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. ده جهاز من دولة تانية، جهاز انا متحكم فيه من دولة تانية. تمام، الاي بي بتاعي فيه اهو، يعني انا مجهز لكم الاي بي، لو كتبت الاي بي وهنا برضو، يعني مميزاته ان بتلاقي سرعة النت فيه، يعني سرعة مش موجودة في مصر ولا موجودة في اي دولة عربية. سرعة النت فيه، هو جهاز انت بتتحكم فيه كامل، بيبقى جهازك الشخصي مع مشغله مع جهازك الشخصي. يعني انا جهازي الشخصي اهو ده بتك على علامة الكمبيوتر دي، بيجيب لك الجهاز التاني سرعة النت يعني نص جيجا، يعني بالجيجا، يعني وصلت لجيجا مش ميجا ولا كيلو بايت زي عندنا كده، 780 ميجا بايت مش كيلو بايت. يعني متخيلين كمية السرعة؟ يعني ممكن يعني الفيلم اللي هو الجيجا ده ينزل في أقل من في عدد من الثواني. تمام، وده الأي بي طبعا متشفر، انت كده بتستخدم جهاز في دولة تانية، يعني تشفير قوي جدا، مفيش أقوى من كده أكيد. إلى هنا يكون استعرضنا الأربع طرق الممكنة في الموضوع ده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة الجديدة، اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.